دكتور إيمان، فكرة الكتابة للأطفال في حد ذاتها إزاي بتشوفيها شيء سهل أو صعب؟ شيء قيم وليه حسابات كبيرة جدا جدا، لأن أنت بتخاطبي فيها مش سهل التعامل معها. صعب الكتابة للطفل، صعب. يعني أنا بكتب للكبار وبكتب للصغيرين. نعم. عايز أقول لك إن في وقت لده وقت لده، أو مجالات، يعني مش سهلة أبدا تروح لمنطقتهم، لمنطقة الأطفال. طول الوقت لازم يبقى عندك موضوع بيزن عليك قوي وحابب ان انت تكتبه وتوصله، يكون في قضيه عامه او شكل، وتفضل تحتار في الوسيله اللي هتوصلهم بيها ازاي. لو استخدمت المباشره اضمن ان هو مش هيقرا لك، فلازم تستخدم طريقه غير مباشره وحكايه جميله بعيده جدا عنه، ما يحسش ان انت يعني تديله اوردر بالظبط. ولا تديله نصيحه ولا بتكلمه بشكل مباشر، تلف الموضوع من بعيد جدا بحيث ان انت توصل له بشكل غير مباشر خالص، وتوصل للقضية اللي انت عايز توصلها، ويسلم معاك ان انت صح، ويقبل نصيحتك، ويقبلك انت كبني ادم وككاتب، ويحس ان انت لغتك بالنسبة له مفهومة ومقبولة. فعندك يعني حاجات كتير قوي مش عارف يعني تتناولها قبل ما تكتب له، مش تكتب له بسهولة ومش توصل له هو بسهولة. دايما بنقول قبل اي حاجة هو مين الجمهور المستهدف. يعني حضرتك لما بتكتبي لأي فئة، والموضوع بيخاطب أي فئة، دي بتفرق كتير. طبعا يعني أنا كتبت كتير لما قبل المدرسة. دول إلى حد ما هتكتب اللغة بتاعتك، مثلا سطر أو حاجة في كل قصة، تتعامل مع رسام بشكل قريب قوي، بحيث تقول له اللي أنت هتوصله بالرسم أنا مش هكتبه. تشيل من نفسك، يعني فكرة التكامل بالظبط. تشيل من نفسك على قد ما تقدر، يعني من كتاباتك، بحيث ان الولد لما يشوف القصه او البنت ما يحسش انها نص طويل عليه يتخض. لا، انت حاول تقلل النص على قد ما تقدر، فبالتالي هتتعاون مع رسام. انت مثلا عايز تقول فستان ده احمر، لا، هي رسمت فستان احمر، خلاص انا هشيل جمله وهشيل كلمه وهشيل كل حاجه، بحيث ان انا اوصل له الدنيا بشكل مبهر. الرسم غالب عليك، القيمة واضحة، هو بيدخل جوه الرسم في المرحلة دي، عايز كل شوية ان هو يتعامل معاه ويقرب منه، فمش عايز انت تقتحم عالمه بجملة هو لسه لا يتقنها، هو لا يتقن الكتابة، فبالتالي اديله حروف وكلمات قليلة جدا وسط العالم بتاعه اللي هو عالم الرسومات. دي مرحلة ما قبل المدرسة. طيب دكتور أميرة، الفكرة التكاملية، هو احنا دلوقتي بنقول الاطفال ما عادتش اطفال زي زمان، يعني الاجيال اختلفت تماما، ودلوقتي المفردات بتاعت الجيل يعني متباينه عن الاجيال السابقه، والتكنولوجيا برضو فارقه جدا مع الاطفال. كبير. ازاي حضرتك قادره توصلي للي بيدور في دماغه، وازاي قادره تعبري عنه وتشديه؟ لان في وسائل يعني ممكن تكون اقوى من حضرتك ككتابه او كرسم. ممكن تلاقي مثلا اليوتيوب او الجيمز او الكلام ده ممكن بيشد الطفل اكتر. ده حقيقي. انما انت سلاحك مش بقوه الاسلحه الثانيه، ولكن انت اكثر تاثيرا واكثر افاده. اكيد. رسوم كتب الاطفال عامل جاذب وملهم ومؤثر في نفس ذات اللحظه. لازم يكون الرسام عنده من الذكاء اللي يخليه يقدر يوصل اللي هو عايز يوصله للطفل، واللي كمان بيتضمنه النص من خلال الكاتب بشكل لائق وحرفي. صحيح عندنا حاجات كتير ومغريات كتير جدا ممكن تبعد الطفل عن الكتاب وعن الرسم اللي موجود جوه الكتاب. نعم. لكن انا بالنسبه لي سلاحي الوحيد هو ان انا بلجا لكل جميل وطيب، وبخاطب مشاعره ووجدانه. دي الحاجه الوحيده اللي انا بستشعرها دايما وانا بشتغل، يعني طول الوقت بحاول يبقى تركيزي على اني اوصل له شيء فيه دفء وفيه من الحنين والعاطفه اكتر بكتير من اللي هو محطوط اوريدي داخل. يمكن الصور اللي احنا بنعرضها بترجم كلام حضرتك بشكل كبير جدا. ده حقيقي. الوانك كمان والله يا دكتور اميره برضه انا حاسس ان هي قريبه جدا من النفس، من المشاعر، يعني بتديلك يعني راحه نفسيه برضه وانت بتتفرجي. يعني ده اللي انا بهدف ليه دايما. يعني دايما الكتاب الاكثر اللي بيشدني ويجذبني اللي بيتكلم عن عواطف معينه او مشاعر معينه، بتحاول تخلينا نخرج من منظومه الالكترونيات والجمود اللي بقينا فيه. يعني كل ما هو حوالينا بيدعو اكتر للجمود، وان احنا دايما متلقين فقط الكترونيات اكتر منها حاجات ليها عاطفه او ليها صله بالعاطفه. فانا ببحث عن ده في رسوم. فاولا بختار النص اللي ليه مضمون وليه رساله، ده مهم جدا. ما بختارش اي نص ابدا، في كتير من النصوص ممكن ارفضها لان ما بتحملش معنى مهم وقوي وفالو.
دي حاجة. الحاجة التانية إنها تلمس شيء في شغاف قلبي، يعني لازم النص اللي بتناوله لازم يحسسني إن أنا لا أنا عايزة أعمله، لأن في عاطفة معينة، في استلهام لشيء جميل أو طيب أقدر أوصله للطفل. ده سلاحي إن أنا أحاول أجذبه من الناحية دي، أمتلك عقله وقلبه يعني. بس طيب دكتور إيمان، إيه المؤشرات اللي بتقول لحضرتك إن أنت ماشية صح في طريق الكتابة؟ أنا بجرب القصص بتاعتي يعني. أنا قبل ما أطرحها للسوق لازم أنزل وأخلي الولاد في المكتبات العامة أو النادي أو أي مكان يقروها. طبعا بدور على السن المستهدف كل قصة. أنا كنت لسه بكلمك عن ما قبل المدرسة من شوية، اليافعين بيبقى أسهل. المرحلة الوسط اللي هي من 9 ل 12 برضو بتبقى مرحلة اللي هي الماجوريتي، عندنا معظم الكتاب بيكتبوا المرحلة دي من 9 ل 12. دي مرحلة اكتمال شوية الفكر، وإنه عنده نص كامل هيقدر يقراه. الرسم بيتشارك بس في نفس الوقت بيبقوا الاثنين ايكوال، ده قصاد ده. الافكار بتبقى عنده منضبطه، بيبتدي خرج للشارع وعارف يعني ايه عائله ويعني ايه مدرسه ويعني ايه سوق، ابتدى المفاهيم بتاعته تتضح. فمعظم الكتابه بتاعتنا او التعليم بتاعنا بيبقى في المرحله دي اللي هو من 9 ل 12. بعد كده بتبقى الدنيا اسهل شويه، بتدي له نص بقى اللي هو الكتاب اليافعين، بيبقى مش ما فيهوش صور، نص كامل يعني. انا قصدي الصور بتبقى قليله جدا فيه. استرسل بقى زي ما انت عايز يعني، بيبقى قريب قوي لمرحله الشباب. تدي له روايه او قصه يعني مش صغيره، حط مفردات وكلمات زي ما انت عايز. حتى لو لقى ان كلام غريب عليه هنقول انه هيتعلمه، بنحط له مثلا كام كلمه غريبه في الوقت عشان يبدا يسال، عشان يبتدي يسال. وفي نفس الوقت تبقى الكلمات معلمه بالنسبه له، انا هدور على معناها، ما بنبقاش خايفين منه انه يتخض فيسيب القصه ويمشي زي مرحله ما قبل المدرسه. لا بالعكس، هو هيكمل معاك وانت هيحس ان انت ايه بتدي له هدايا كده كل شويه، انه يرجع للقاموس او يرجع للمعجم يبتدي يدور على الكلمه دي ويبقى فرحان انه اتعلم كلمه جديده. طيب هو يمكن القاموس أو